بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، نقدم لكم استراتيجية المنافسة بين بطلين والآيات الأولى من سورة الانشقاق. أشاور على الآية اللي هيقرأها بسرعة يكون هو الفائز. خلاص ابدأ. الاثنين متعادلين. الاثنين أسدين، براء وليس. أشكركما. تعال يا أحمد أنت وعبد الملك. الآية اللي هشاور عليها لسه ما شاورت. ممتاز. طيب عبد الملك سأرفع صوتك شوي. عبد الملك الاثنين ممتازين، ولكن عبد الملك صوته واطي. تعال يا نواف انت وبلال. براء الايه اللي بشاور عليه. واذا السماء انشقت. اصحى يا نواف. واذا الارض مدت. متاخر يا نواف. واذا السماء انشقت. احسن. لا بصلها كويس. بصلها كويس. طيب. أحسنتما، أشكركما بلال ونواف ممتازين. هتان وفراج. أسريعة. من هنا يا هتان بسرعة. مسالو نواف. هيا اقترب من السبورة. وأذنت لربها وحقت. انظر كويس. وأذنت لربها وحقت. إذا السماء انشقت. وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كنت حميدا ربك كنت حتى ملقيت. ولا تاني كده يا هتان لحالك. يا أيها الإنسان إنك كنت حميدا ربك كنت حتى ملقيت. بارك الله فيكما الاثنين ممتازين. خالد وسلطان أسرع. ابدأ. طبعا خالد لسه بيبص على الآيات لأنه كان غايب، وهذا أثر الغياب وكثرة الغياب وكثرة الدلع. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.